تواصل لجان المجلس البلدي دورها الفعال في مناقشة وإنجاز العديد من الملفات، ومن هذا المنطلق شهدت لجنة محافظة العاصمة جدول أعمال غنيا بالمواضيع المهمة. تصدر المشهد فيها إعادة تنظيم منطقة الصوابر إلى جانب متابعة موضوع تطوير نفق دروازة العبد الرزاق، في حين رفضت لجنة العاصمة طلب الهيئة العامة للاتصالات في زيادة مساحة البناء لموقع إحدى شركات الاتصالات المتنقلة، وذلك بعد دراسة شاملة للموضوع. تفاصيل أكثر في سياق التقرير التالي. لجنة العاصمة في المجلس البلدي شمعة لا تنطفئ في مناقشة العديد من الملفات الهامة في الشأن البلدي. اللجنة تناولت بإسهاب مقترح عضو المجلس البلدي عبد الوهاب برسلي بشأن إعادة تنظيم منطقة الصوابر. حضروا عندنا وزارة المالية وأيضا وزارة الإسكان، هي عمل الإسكان، ونوقش في شنو التصور المستقبلي، وكان ردود وزارة المالية أن تم نزع ملكية هذه الأراضي من قبل نزع الملكية، وأصبح المشروع القادم في هذا المكان اللي هو منطقة صوابر في مجلس الوزراء ليبت في المستقبل القريب. المشاريع والاستعمالات هي عند بلدية الكويت، والبلدية في مخططها الرابع الآن، مخطط الهيكلي الرابع وبرنامجها، بأن هذه المنطقة تكون استعمال مختلط واستعمال سكني مختلط. فراح يكون سكني مختلط، ولكن هل هي تابعة للرعاية السكنية؟ المسألة العامة للرعاية السكنية تقول منطقة مو عندنا. فالرؤية المستقبلية بأن ما تكون يعني للرعاية السكنية، وهذا القرار طبعا تابع لمجلس الوزراء، هم اللي يحددون أي جهة اللي تستخدم هالمكان. أيضا اللجنة رفضت طلب الهيئة العامة للاتصالات في زيادة مساحة البناء لموقع إحدى شركات الاتصالات المتنقلة. الأمانة نشوف أن هذه سوف تسبب ازدحامات مرورية، ورح تكون هناك نسبة زيادة في هذه النسبة، رح تكون هي الوحيدة في هذه المنطقة. فالخوف المستقبل أن يكون أحد الجهات القريبة من هذه المنطقة تطلب هذه الزيادة النسبة، فإحنا نشوف أن يجب دراستها بشكل كامل هذه المنطقة، وتكون لها لوائح خاصة لها يعني الهروب من المشاكل المرورية والبنية التحتية والكهرباء والضغط السكاني في هذه المنطقة. فيجب على البلدية أن تتصور كامل لهذه المنطقة، خاصة مع تطوير الشوارع الجديدة في منطقة شويخ والمناطق المحيطة بها. هذا ويتواصل أيضا الاهتمام بمتابعة موضوع تطوير نفق دروازة العبد الرزاق. هذا النفق لابد أن يستفاد منه بطريقة يعني فاعلة، وخاصة بأنه هو امتداد لمنطقة أسواق المباركية. فالبلدية طلبت هذا النفق، وطبعا راح النفق ينتقل للبلدية، ولكن لاحظنا خلال الفترة السابقة حدوث بعض الشروخ، والآن تقاطع دروازة مسكر، وهذا تقاطع مهم جدا في قلب المنطقة التجارية في العاصمة. يبقى دور لجان المجلس البلدي فعالا بوضع البيئة الخصبة لإنجاز العديد من الملفات المتعلقة بالشأن البلدي. رائد الشمري لتلفزيون دولة الكويت.